här på den här gatan så var det bilförbud före kriget. Här låg Al-Hajira, en av Syriens billigaste marknader. Hundratals butiker och affärer och tusentals familjer bodde här. Nu är det totalt förstört. Alla tvingades att fly sina hem under kriget. Nu har de fått börja återvända. Få familjer har fått börja återvända till sina hem här. Försöka bygga upp det igen. Expressen har träffat några av dem. حاجة أنت عمليا مسؤول عن العائلة كلها. ما يعني ما أقدر أشيلهم. كيف عم تعيلهم؟ مسؤول عنهم. شو دعيهم أنا؟ أنا ما في عندي قوة ألا أشتغل وأتمن. ما في عندي قوة. عمري 80 سنة. لا بأشتغل ولا بأتمن. أنا وياهم مثل بعضنا بس إيش يعني أنا عندهم أنا مثل يعني مؤنس تونيس. شو ناقصكم؟ الحمد لله والله هو اذا بدك تدور المعيشه معيشتنا يعني تعرف انت قلت لك يعني انا على وجه الخيرين العالم. شو ناقصكم هون؟ والله اللي الله يدري شو ناقصنا احنا. ناقصنا مصروف هذا ناقصنا. لاحظت المنطقه كلها مدمره هون. مو مدمره مو مو مدمره تعرف انت. ايه شو بتتمنى المستقبل؟ أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعني شو أتمنى أنا؟ أنا أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم البلاد هذول ويعيشون مشمتي والله سبحانه وتعالى يحن عليهم. أتمنى أن هالبلد يصير عندها فهمت صحاء ورخاء فهمت وهدوء والله سبحانه وتعالى يحط يرمي السلم بهالبلد يولي علينا خيارنا ويبعد عنا شرارنا بجاه الرسول. كيف أثرت عليك روحة وفاة زوجك؟ أثرت كل شيء علينا يعني كان كل شيء هو بالبيت هو كان يصرف أثر علينا. كيف بتعيشي هلا؟ والله لا عايشين على الله أول بأول. هجرتوا أنتوا رجعتوا على البيت. كيف كانت الهجرة وكيف كانت رجع على البيت؟ وقت هجرنا تعذبنا كتير حتى يعني لقينا محل حتى سكننا أنا والأولاد وعمي وبعدين كمان تعذبنا رجعنا لهون. ليش تعذبتوا رجعتوا لهون؟ يعني تزبيط وشغل وهي كان بدنا كتير يعني. طب عندك حاجة عندك ابنك بالسويد ما بتحب تطلع لعنده وتطلع على؟ لا 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 ليه لا؟ أنا عندي هون إلام على البلاط هذا ولا إلام بالسويد على حرير. شو السبب؟ السبب وطني هذا وطني غالي علي واحسن من سوريا ما هو والله سبحانه وتعالى يحط الصلح في البلد.